معنا من يريفان الباحث السياسي آرا سيسريان. أهلا وسهلا بك أستاذ آرا معنا عبر سكاي نيوز عربية. دعني أبدأ من الشق الإنساني. اليوم نتحدث بمعلومات أولية عن أكثر أو نزوح أكثر من نصف سكان الإقليم. إلى أين تتجه المعارك برأيكم والتصعيد في إقليم ناغورني كاراباخ؟ أهلا وسهلا فيكم. أولا أريد أن أحيي المشاهدين وأريد أن أقول أن السكان لاجئين هم أكثريتهم من سكان الأرمن في غرباء وهم أتوا إلى أرمينيا وهناك تضامن تام مع السكان الذين لجأوا باحثين عن الأمان. الأمور متجهة إلى التصعيد الأكثر والأكثر في منطقة ناغورني غرباغ. المعارك دارية، أقول هذا لأن يعني ما لا هلا ما في أي حديث عن وقف إطلاق النار. وأريد أن أقول أريد أن أتحدث قليلا عن ما جرى سابقا بين ناغورني غرباغ. ناغورني غرباغ بعد أن أصبحت أرمينيا السوفيتية قرر ستالين ضمها إلى جمهورية أذربيجان السوفيتية. وسنة 1923 ومن ثم مع البرس ولكن مع حكم ذاتي بحضور غورباتشيف إلى رئاسة الاتحاد السوفيتي ومع البريستويكا ظهر أرمن ناغورني غرباغ وبدأوا بالتظاهرات طالبين بالانضمام إلى أرمينيا، أي أن ينضموا إلى أرمينيا سنة 1988. والرد كان لهذه التظاهرات السلمية أن هجم المتظاهرين الأذربيجانيين في مدن أذربيجان أي في سومغايت وباكو وهجروا وقتلوا السكان الآمنين في بيوتهم من الأرمن. وبدأت المعارك من ذات الحين. حين سقطت الاتحاد السوفيتي فكانت المعارك شرسة جدا في ذلك الوقت. نعم. وقد أصبحت منطقة ناغورني غرباغ أو إقليم ناغورني غرباغ محررة من الأذربيجانيين. طيب. كليا وأعلنوا استقلال، ولكن الاستقلال أعلنوا بعد أن ذهبوا إلى ريفرندوم، أي 100% من الشعب الموجود في المنطقة أي الأرمن 80% من واضح. طيب سيد آرا دعني أنتقل إلى اليوم. اليوم كان هناك موقف لفرنسا اتهم تركيا مباشرة بالوقوف خلف تأزيم وأيضا يعني إكمال الصراع وتغذية ذلك الصراع هناك. كيف يمكن لهذا الاتهام المباشر أن يؤثر على الدور التركي اليوم في ناغورني كاراباخ وأيضا دوليا المواقف التي أيضا سمعناها؟ أريد أن أقول أن هناك لا يجوز أن يكون دور لتركيا في المنطقة الذي يأتي بالسلاح لطرف من الأطراف والذي يأتي بمرتزقة لطرف من الأطراف أي للأذربيجانيين. هل يمكن أن يكون طرف في السلم؟ هل يمكن أن يكون على طاولة الحوار؟ يعني دعيني أن أقول لك أن هناك مشكلة جذرية عند الفكر العثماني الأردوغاني. هناك مشكلة. هل هل أردوغان يريد أن يبني دولة عثمانية جديدة؟ والحاجز أمام البانتورانية، الفكر البانتوراني، الحاجز هو أرمينيا للوصول إلى أذربيجان، تركمانستان، داغستان، حتى لا أدري إلى أين. واليوم نحن كأرمن في ناغورني غرباغ نحارب الإرهاب الذي يديرها تركيا، أو لا أريد أن أستعمل كلمة تركيا الأردوغانية. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من يريفان الباحث السياسي آرا سيسريان. شكرا جزيلا لك.